هسه هذا اذا هالشكل اخليها عمود بلفه، واحد اثنين، واذا بسينا واذا بس هالشكل يسموه تحشي او عمود بلا لفه، هاي هالشكل تحشي. كان عندي حاجة ذهب بعته وسويت هذا المحل حتى اشتغل انا وبنتي، اشتغل نسج وخياطة اعمال يدوية. والله نسج الصراحة ما البداية، يعني من قديم انسج، بالبداية كهواية، بس حاليا تعرف اطفال كبرت والمصروف يريد، فباب رزق صار عندي الحمد لله. عيوشة اسوارات قلايت شغلات اكسسوارات مال بنات، مرات تاخذ وياها يعني الصراحة بسنطع المدرسة تبيع هي وصديقاتهم يعني وفي وترجع تشتري وتبيع هالشكل. وشارك دائما وياي بالبزارات، مثلا انا احجز الميز للخياطه والنسج، هي تحجز للاكسسوارات. عاد اطور من اعمالي ومن انشر، عاد تجيني الطلبيات، الطلبيه بقد ما يعني اشتغلها واتعلمها افيد غيرهم استفاد منها يعني هم كخبره.